نظمت مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية حفل إفطار جماعي مع تكريم ل 450 من ذوي الهمم والمتطوعين المشاركين في عدد من أنشطة التحالف الوطني، وذلك بمقر مركز دمنهور الثقافي بالبحيرة. وأشارت النائبة نيفين الكاتب عضو التحالف الوطني للعمل التنموي أن الفعالية تأتي تكريما لمجهود الآلاف من المتطوعين من ذوي الهمم الذين شاركوا بمختلف أنشطة التحالف، سواء مبادرة كتف في كتف وخيرك سابق وقوافل ستر وعافية التي انتشرت في معظم محافظات الجمهورية. هو النهارده نوع مختلف من التكريم، يمكن كان اول مره يبقى مشاركه من ابناء الصم والبكم كمتطوعين معانا في المؤسسه، واحنا النهارده حابين نعمل لهم حفله التكريم دي لان هم فعلا يستحقوا، هم تعبوا معانا كتير جدا وكانوا بينزلوا يشتغلوا معانا بكل حب، وده يعني حاجه جميله. متطوعين الصم والبكم معانا يعني وصل عددهم لحوالي 5000 متطوع، شاركوا معانا في معظم المبادرات سواء كانت مبادره كتف في كتف او مبادره خيرك سابق او مبادره قوافل ستر وعافيه، كانوا بينزلوا معانا، كانوا معانا في المنيا، جزء كبير جدا منهم نزل وسافر معانا المنيا، جزء منهم كمان في جنوب سيناء.